السلام عليكم ورحمة الله. منذ أمن الله على هذه الثورة بالنصر، والليبيون في كل عام يحتفون بذكرى استقلال بلادهم عن قوى المستعمر الأجنبي. شأنهم في ذلك شأن دول العالم والعالم الإسلامي بالذات. غير أنك وأنت تدارس مفهوم الاستقلال تجد نفسك أمام سؤال كبير: بما نحتفي كل عام؟ هل بذكرى إعلان الاستقلال أم بالاستقلال؟ فإن كانت الأولى فهي ماض تحقق، وإن كانت الثانية فهو واقع بعيد كل البعد عن ذكراه. ولذا كانت كلمة الملك الراحل: المحافظة على الاستقلال هي أصعب من نيله. وهنا يتأتى سؤال ثان: هل ما حققه الأجداد في تلك الحقبة كان استقلالا حقيقيا يحقق واقعا آمنا لأحفادهم، أم أنه كان جهد المقل وسط موازين سياسية وعسكرية فرضتها القوى العظمى ذاك الزمان؟ الاستقلال بين الحقيقة والتحقيق عنوان كلمة سواء لهذه الليلة. وابتداء إلى نافذة تعريفية بمفهوم الاستقلال السياسي. حلقة جديدة من كلمة سواء، واخترنا لها الاستقلال بين الحقيقة والتحقيق هو عنوان هذه الحلقة. أسرة المشاهدون، أرحب بكم في حلقتنا الجديدة، وباسمكم ابتداء من العاصمة طرابلس نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمود سلامة أستاذ الفقه الإسلامي، فحياكم الله دكتور وأهلا بكم مرة أخرى معنا. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. إذن تسمعوني دكتور؟ نعم. طيب، إن كان المعنى السياسي لهذه الكلمة الاستقلال هو معنى حادث في لغة العرب كما يقول بعض اللغويون، فهل هذا ينفي سلامة المسير نحو تطبيق هذا المعنى في عالمنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في البداية نتوجه إلى الشعب الليبي الكريم بأحر التهاني بمرور هذه الذكرى، ذكرى الاستقلال. في الحقيقة أن فتح هذا الموضوع بمثل هذه المناسبة هو من الأمور المهمة جدا، ذلك لأن مثل هذه المصطلحات ومثل هذه المعاني لها حدودها الشرعية وحدودها القانونية والفكرية، وتداولها ربما يقل في غالب الأيام، فعندما تأتي مناسبة مثل هذه المناسبات يحسن ذكر مسائل تتعلق بها سواء من الجانب الشرعي أو من الجانب الواقعي. في الحقيقة فإن الاستقلال هو ليس حادثا بتمام المعنى، ربما الاستعمال الكلمة بمعنى قانوني معين واختيار هذه الكلمة هو الحادث، لكن طبيعة الموضوع الذي تتناوله هذه الكلمة وهذا المعنى هو معنى راسخ وأصيل وقديم قدم نشأة الدول المختلفة، فقد كان هناك استقلال لدول ناشئة سواء كانت قبل الإسلام أو بعده، الدولة الرومانية، الدولة الفارسية. دولة الإسلام عندما قامت على أساس الشريعة الإسلامية كانت من أهم ركائزها هو تحقيق الاستقلالية عن غيرها من النظم، وبالتالي فإن معنى الاستقلال سواء بمفهومه القانوني أو الفكري أو الروحي العام هو معنى قديم، الشريعة الإسلامية كان لها حكم فيه وحققته،
في جميع جوانب حياة المسلم، سواء كان ذلك على مستواه الشخصي أو على مستوى دولته. وبالتالي فالقول بأن مسألة الاستقلال هي مفهوم قانوني حادث هي مسألة غير دقيقة. نعم، أعتقد أن الشريعة الإسلامية من أهم ما يوضح موقفها من الاستقلال عن الغير هو فكرة تحريم التبعية للكافر. نعم، وكثير من آيات القرآن: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كثير من المعاني تحقق اشتراط عدم التبعية، وقد فهم فقهاء الأمة على مدار تاريخ الأمة الإسلامية فهموا هذا المعنى فهما دقيقا، فكان من أهم اشتراطاتهم للدولة المسلمة بل لشروط الحاكم الذي يتولى الحكم هو أن يراعي استقلال هذه الدولة وعدم تبعيتها وعدم عقد الاتفاقات أو المعاهدات أو عدم قبول الاشتراطات التي تنقص من هذا المعنى. فإذا مسألة الاستقلال نعم، مسألة قديمة، واليوم أخذت بعدا آخر كذلك في حياة الأمة المعاصرة بعد مرحلة للأسف طيب. الاحتلال المباشر من القوى غير المسلمة، وما قام به المسلمون من مقاومة حقيقية من جهاد لإخراج هذه القوى غير المسلمة، إخراج الكافر من أرضهم، وتحقق بحمد الله هذا المعنى بشكل طيب. جيد وبشكل ظاهر. فنشأ مفهوم الاستقلال عن الدول الغربية، وهذا هو مصب السؤال مفهوم الثاني. الاستقلال يحتاج إلى مزيد من التوضيح. نعم، هذا هو مصب السؤال الثاني. المفهوم الذي نتحدث عنه اليوم هو المفهوم الغربي الذي سوق لنا عبر الكتب الغربية والمفاهيم القانونية الغربية، وليس المفهوم الشامل الذي تحدثته. على الأقل هم يعرفون الاستقلال بأنه الانفراد بإرادة شؤون الدولة دون سلطان أجنبي حاكم. فهل هذا مفهوم قاصر عن المفهوم الإسلامي الذي ذكرته، أم أنه موافق تماما وبالتالي لا خلاف بين الأمرين؟ هو في الأصل الاستقلال هو ما يعبر عنه في المفهوم القانوني الأشمل الأكثر استعمالا بمفهوم السيادة. والقانون الدولي المعاصر يستعمل عبارة السيادة واستقلال الشعوب، ويعطي للشعوب حرية في تقرير مصيرها وما إلى ذلك، وبدأ برزت وثائق دولية في هذا السياق. الحديث الذي يثير الإشكال والشجون هو ما هي درجة هذا الاستقلال وما هي حقيقته، لأن نعلم قصة الغالب والمغلوب. هذا العصر هو الغالب فيه هو القوى الغربية غير المسلمة، هي التي ضمنت المواثيق أفكارها وأسس حياتها ونماذجها التي تؤمن بها، ولحق المسلمون لحوقا بهذا الركب فانضموا إلى هذه الوثائق، وهي تتضمن الغث والسمين وتتضمن الجيد والرديء، تتضمن ما تتفق عليه الشعوب وما يأمر الإسلام به، وتتضمن ما يخيف المسلم من أن يلتحق بغير المسلمين فتنهار منظومته الفكرية. ومن هنا فإن الاستقلال في هذا العصر أو مفهوم السيادة كذلك يقسمه الدارسون السياسيون إلى ثلاث مستويات من السيادة أو من الاستقلال حققته الشعوب في هذا العصر. هناك الدرجة العليا من الاستقلال أو الحرية التامة والسيادة التامة، وهذا ما حققته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. هناك دول لا زالت ترزح تحت الاحتلال المباشر وبالتالي فهي فاقدة لكامل سيادتها. هناك حال وسط بين الحالين، وهو الدول التي تتبع أو التي ضمتها الدول الغربية في فلكها، وهذه تقل وتكثر حالة فقد الاستقلالية التامة. إذن للأسف نحن في مجتمعاتنا الإسلامية الأكثر فقدانا للاستقلالية، وللأسف أكثر أننا في ليبيا الأكثر فقدانا. إذن هذا يجعلني أسأل مباشر لمفهوم الاستقلال. إذن هذا يجعلني أسأل مباشرة عن الفارق بين مفهوم الاستقلال الذي أطرت له ابتداء وقلت أن دولة الإسلام الأولى كانت مستقلة، عن هذا وبل الفارق بينه وبين الاستقلال الذي نتغنى به ونحتفي به اليوم. ما الفارق بين المفهومين؟ نعم، هو لا شك من حيث المعنى والمفهوم هو مفهوم واحد، هو يعني تحقيق إرادة الشعب وصيرورة كلمة الشعب بيد
مسؤوليه المنتخبين الذين يعبرون عنه، الذين عبر عنهم القرآن بأنهم أولو الأمر منهم أي من المؤمنين. هذا من الناحية النظرية، من ناحية المفهوم هو مفهوم واحد، لكن المشكلة هي من الناحية الواقعية ومن ناحية التطبيقات. فإن الاستقلال الذي اكتسبته الشعوب بإخراجها المستعمر المباشر لا زالت معركة الاستقلال لم تكتمل. ما اكتملت منه هي المواجهة المباشرة، ونعلم أن المواجهة غير المباشرة هي أخطر من المواجهة المباشرة، وبالتالي فيجدر بالمسلمين أن يتنبهوا دائما إلى أن ما حقق من استقلال ورغم كونه جيدا ورغم كونه أزاح صخرة ثقيلة على صدورهم، فإن التبعية للكافر والتبعية للغربي والتبعية لغير المسلم والتبعية للمنظومات غير التي لا تمثل الهوية الإسلامية هي تبعية غير صحيحة. طيب، لا ينبغي التسليم بها. هذا الأمر يعني هل وضع طبيعي ومعتاد؟ هذا الأمر الذي تحدثت عنه الآن أن سلسلة التبعية لا تزال موجودة ونحن قابعين تحتها رغم احتفائنا بالاستقلال، هل تنبه له الآباء المؤسسون سواء كان في ليبيا مثلا عندما نادوا بالاستقلال أو سواء في الجزائر مثلا أو في مصر أو غير ذلك؟ يعني المفكرون الإسلاميون احتفوا كثيرا بمسألة الاستقلال، يعني مالك بن نبي ومحمد بشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس وغيرهم تحدثوا وفرحوا على الاستقلال، وللإبراهيمي خطبة جمعة كاملة في هذا. فهل هذا هو الاستقلال الذي نعيشه اليوم، هذا هو الذي نادوا به هم وحققوه هم على أيديهم، أم أن الأمر لبس على من بعدهم؟ يعني نحن معهم، يعني نفرح بما حقق من استقلال، ولكن ندعو الشعوب ونتمنى ألا تتوقف المعركة في راحة المقاتل. فما حقق هو درجة الأولى، ومن حقنا أن نفرح بها ومن حق الجميع أن يفرح بها، وتسجل مفاخر الأمة التي حققتها في هذه المرحلة. ولكن أيضا يجب أن نعلم أن الجهاد لا يتوقف عند تلك المرحلة. التبعية الثقافية والتبعية السياسية والتبعية الاقتصادية والتبعية الإعلامية وكثير من أنواع التبعيات الحقيقة التي لا ترضي مسلما يعتز بدينه وهويته، بل لا ترضي وطنيا يريد لوطنه الاستقلال الحقيقي التام. ومن هنا فأعتقد أن ما وقع ليس من فرح بذلك الاستقلال، وإنما من سياسيي الأمة الذين لم يحملوا همومها ويتقدموا بها إلى خطوات ويوعوها بما يتطلبه منهم المستقبل. لا ينبغي أن نقف فقط عند الفرح بإزاحة الغاصب من الأرض ثم نبقى في تبعيته. لكن سؤالي دكتور يتمحور، سؤالي يا دكتور يتمحور، وسياستنا نستقيها من أفكاره وفلاسفتنا يتبعونهم، فهذا أعتقد أمر لا شك أنه يقض مضاجع الجميع. طيب، سؤالي كان يتمحور حول مسألة، هل كان الآباء المؤسسون والذين حقق الاستقلال على أيديهم، هل كانوا يعيون أننا سنعيش هذه التبعية، أم أنه أن هذه التبعية كانت لاحقة على ما حققوه؟ هو طبعا لا شك أننا لا نستطيع أن نحمل المسؤولية لفريق واحد من اشتغل بشكل معين وقاوم حتى تحصل على قرار، ونحن نعلم المصاعب التي تحملها السياسيون في سبيل الوصول إلى قرار الاستقلال، وهو انتزع انتزاعا، وهو ما يؤكد أن الاستقلال ليس استقلالا حقيقيا، لم نكتسبه بقوة بنادقنا ولا بمواقفنا ولا باستقلالية اقتصادنا أو بفكرنا أو بغير ذلك، وإنما هو استفادة من لحظة زمنية معينة، لحظة انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول العالم إلى منظومة جديدة تتبنى الاستعمار غير المباشر. فهذه حقائق لا يجب أن نهملها، كما أنه لا يجب أن نقلل من أهمية الخطوة التي تحصلنا عليها. هذا هو المنهج العلمي أعتقد الذي يكفل لنا توعية الأمة ودفعها إلى تحقيق مزيد من الاستقلال ومزيد من المشاركة الفاعلة حتى تنهض النهضة الحقيقية. طيب، الاستقلال الأول لم يحقق النهضة لأننا لم نتابع الخطى لتحقيق المرحلة اللاحقة التي كان ينبغي القيام أخيرا بها. حتى أختم هذا الفاصل، يعني كتبتم في ذكرى الاستقلال منشورا تتحدثون فيه عن رؤية شرعية أصولية للاستقلال، سألتم فيه دكتور هل يجوز شرعا الاستقلال عن كل المسلمين؟ سؤالي، هل أفهم من سؤالكم هذا معارضتكم لمفهوم الاستقلال
مفهوم الاستقلال العام للدولة القطرية المسلمة، فلا يلتقيان دولة قطرية مسلمة واستقلال. هو في جزء منه يحتاج إلى ضبط. هو السؤال عندما أخذنا استقلالنا ظلت تبعيتنا للمنظومة الغربية كما هي بل أشد، في حين أننا طبقنا مفهوم الاستقلال عن إخواننا في الدول الإسلامية، صدت عنا السبل لمتابعة قضايا الأمة وأصبحت وسائل التواصل والدعم والاهتمام أصبحت تشوبها كثير من المشاكل، جرم بسبب تفكيره في قضايا تخص الأمة، في حين أن التبعية للغرب مفتوح أبوابها ومسموح بها وتباع الدول للغرب بدون أي اعتراض أو فتاوى ترد ذلك. فما كتبته هو دعوة إلى تحقيق التوازن الحقيقي. الدولة الوطنية هي وسيلة من الوسائل للحياة، إذا رأت الأمة حاجتها إليها تنفذها، لكن مثلها مثل أي وسيلة هي لابد أن تنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية بحيث أن لا تؤدي مثل هذه الدولة الوطنية إلى ما أدت إليه اليوم من قطع الروابط بين المسلمين، من عدم اهتمام المسلمين بشأن بعضهم البعض، من قطع الولاية بينهم. نعم. والولاية بين المسلمين أمر قرآني عام قطعي، طيب. لا يجوز لأي منظومة أن تقطعه. نعم. فما قطعناه يجب ربطه سواء بدولة وطنية أو بغير ذلك. هذا سأعود إليه بعد قليل دكتور، لكن أستأذنك والسادة المشاهدين في الخروج إلى فاصل الأول، من بعده نواصل. حياكم الله سر المشاهدون مجددا، واهلا بكم في محورنا الثاني الذي عنوناه حقيقة الاستقلال المعاش اليوم. ولكن ابتداء نخرج إلى واقع نعيشه أيضا، أحد أعضاء البرلمان يتوجه إلى دولة روسيا مطالبا التدخل في الشأن الليبي، نشاهد ثم نعود. روسيا حليف الرئيسي لليبيا، ونتمنى أن روسيا تتدخل في شأن ليبيا بقوة. إذن عدنا بعد هذا المشهد من عضو مجلس النواب بدر النحيب، وهو يتحدث مع مسؤولين روسيين يطلب منهم التدخل في الشأن الليبي. دكتور، يعني لعلكم استمعتم وشاهدتم إلى هذا المقطع سابقا، وهو السيد بدر النحيب عضو مجلس النواب من طبرق يطلب من المسؤولين الروس التدخل في الشأن الليبي. وبالتالي هنا أسأل عن ثقافة الاستقلال، هل وعى الليبيون والمسلمون هذه الثقافة التي أصلتم لها ابتداء، ومن أين جاءت مثل هذه الطلبات؟ فكريا نتحدث لا سياسيا حتى. نعم، وهذا مثل هذا الكلام سمعناه ربما هو أكثر دليل على المطالب التي توجهت بها. أعتقد أن الشعوب لم تستقل بعد من حكامها الظلمة، لم تستقل من حكامها الذين تغلبوا على كرسي الحكم فيها، لم يكن الحكم فيها يوما على طريق البيعة الشرعية والاختيار الصحيح والانتخابات الحرة النزيهة، وبالتالي فإن مثل هذا النائب لا يمثل من يفترض أن يكون يمثله، فإذا كيف يكون شخصا يطلب لشعبه تدخل الأجنبي دون أن يكون واعيا بمقتضيات ومآلات هذا الأمر. وبالتالي أعتقد أن هذا لب جزء من مشكلة تناول موضوع الاستقلال عن طريق إزالة القواعد الأجنبية دون أن يكتمل الاستقلال بإزالة الهيمنة على كرسي الحكم الذي ينبغي أن يكون توليه شرعيا مثلنا مثل باقي دول العالم. هذا يعني يكرس ضرورة أن نسعى إلى تحسين وضعنا السياسي، إلى أن نسعى إلى أن نكون مشاركين في اختيار من يحكمنا حتى يكون قرارنا بالفعل قرارا مستقلا ليس مسروقا من الشعب مثل ما حدث الآن.
طيب، نعوم تشومسكي المفكر الأمريكي البارز يقول في تدوين له إن الولايات المتحدة لا تخشى الإسلام السياسي بقدر ما تخشى استقلال الدول العربية. نحن أعطي لنا استقلال ونحتفي بكل عام كما ذكرنا آنفا باستقلال، فعلى أي استقلال يتحدث وتخشى منه الولايات المتحدة؟ على أي استقلال يتحدث نعوم تشومسكي؟ وتشومسكي خبير لغوي وفيلسوف دقيق في عباراته، وهو عندما يتكلم عن الإسلام السياسي واستقلال الشعوب العربية أعتقد أنه يقصد بالإسلام السياسي النماذج التي يشاهدها اليوم من يعني نماذج مهجنة ضمن منظومات حكم معينة لا تطالب بأكثر من مجرد المشاركة، وهي في الحقيقة تؤدي ما عليها حسب قدرتها. وهو لذلك يقول إن بلده، وهي الدولة المستعمرة للعالم استعمارا غير مباشر، يقول إن بلده لا تخشى مثل هذه المشاركة الإسلامية في صناعة القرار ما دامت باقية تحت عباءة وكلاء بلده في إدارة دولنا. لكن إذا استقلت الشعوب، هذا ما تخشاه بلده، بمعنى استقلال الشعوب، بمعنى أن تستطيع كل الأمة أن تشارك في صناعة القرار وفي اختيار قرارها السياسي. وقد شاهدنا موقف بلده من كثير من القرار، من المشاهد السياسية التي مرت بها الدول العربية في هذه السنوات من الربيع العربي وما آلت إليه، وكلها يمكن فهم كلمة نعوم تشومسكي من خلال، أو فهم ما حدث من خلال كلمة تشومسكي هذه. طيب، تقولون في تدوينتكم أنتم إن الاستقلال الواجب بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لم نطبقه. طيب يسأل سائل، ألسنا نعايش فترة الضرورة التي يتأتى فيها ما لا يتأتى في ساعة الوسع يعني؟ فدحر المستعمر مثلا نتيجة مهمة تنصب في صالح الاستقلال، فلماذا يعني هذه النقطة تقللون من قيمتها على الأقل يعني؟ هذا سؤال مهم. هو في الحقيقة ليس تقليل من أهميتها. أردت في الكلمة التي كتبتها أن أخاطب فقه السياسة الشرعية والاهتمام المهتمين بهذا الشأن المهم. أعتقد أن تحقيق الاستقلال العسكري ونقدنا لحالة الاستقلال الهش التي نحياها لا تعني أننا سلم بالموجود. هناك مسألتان مهمتان، هناك الأحكام الشرعية كما هي كما يجب الوصول إليها، وهناك الحالة المعيشة التي قد تضطرنا عدم تحقيق كامل الحكم الشرعي. ما طلبته هو أن تكون الفتاوى والتوجيهات الشرعية وعلم السياسة الشرعية الذي يتكلم اليوم في كثير من المسائل التي تثبت الحكام ويخفى عندما نحتاجه في مسائل تقوم بتثبيت دور الأمة وحاجتها ودحض افتراءات الحكام وتغلبهم على الشعوب. التفريق بين مسألة الضرورة ومسألة الهدف، عندما يكتب العالم الفتوى فإنه يجب عليه عندما يكتب حكما اضطراريا أن يبين درجة الضرورة وأن يشير إلى الحكم الأصلي ويبين أن الحكم الأصلي يؤجل أو ما إلى ذلك. اليوم صار عندنا خلال عقود من الزمن شبه استمرار أو استقرار أو تعايش مع الدولة القطرية التي صاغها الحكام الظلمة، بحيث أصبح مفهوم الدولة القطرية هو مفهوم دولة تغلب وشمول وغياب رأي الشعب، وبالتالي أصبح دور العالم الشرعي هنا كأنه يبرر وجود مثل هذا النوع من الحكام. نحن ندعو العلماء، ولو كنا في حال الضرورة تبيح لنا البقاء في مثل هذا النوع من الدول، بل في مثل هذا النوع من المنظومات الدولية، لكن هذا الأمر لا يبيح لهم السكوت عن مساوئ الحكام وعن حاجة الشعوب إلى تطوير نفسها وعن الوحدة الإسلامية العامة التي يجب
على المسلمين أن يسعوا إلى تطبيقها. يعني هل من الممكن أن النجاة من ربقة هذا القيد الدولي الذي يعني يحكم استقلال الأمة؟ هناك تجارب إسلامية على الأقل يقول بعض أنها استطاعت أن تنجو من هذا التضييق، عندك تجارب في ماليزيا مثلا والتجربة التركية اليوم، فلماذا دول العالم العربي حتى الآن غير قادرة على تحرير ولو كان جزئيا من هذا التضييق الدولي المتعلق بالمنظومة الدولية الحاكمة اليوم؟ نعم، هو هذا لا شك أنه تحدي كبير، وحتى الدول التي حققت ما حققته لم تحققه بسهولة ويسر، دخلت في معاناة طويلة استمرت بها سنوات وكافحت واستطاعت أن تتعامل بوعي، أن تبتعد عن دواعي النفور وعن النشاز وعن الصراع الداخلي، حتى توجه الفكر والعمل والإبداع إلى مطاولة المشروع الغربي بإنشاء مشروع خاص بها يكاد يكون قريبا من الفكرة المستهدفة التي تكفل حضارة شعوبها. للأسف العالم العربي ربما، طبعا هناك أسباب كثيرة لا يصح لنا اختزالها، ولكن أعتقد أن حجم من ترك نائبا عن الاستعمار العسكري وعن القوى الغربية هو حجم كبير، ويضاف إليه ربما تاريخ ثقافي هش وتاريخ اجتماعي ليس قويا في مثل دولنا العربية، وبالتالي أجل هذا قدرة الدول العربية على مقاومة المشروع أو الاحتلال غير المباشر الغربي وعن مقاومة حكامها. نحن نعلم أننا في ليبيا مثلا بدأنا في سنة 52 وبدأت الدولة تمارس دورها نوعا ما، اشتغلت في تعليم الناس، اشتغلت في صحتهم، اشتغلت في الإنشاء، ما لبثت لم تكمل 20 عاما حتى يعني حوربت ونشأ نموذج جديد 40 سنة وأكثر، والآن استطال الأمر أكثر من ذلك. فعدم تركيز التعليم على تعليم الناس وعلى توعيتهم بمستقبلهم عن تربيتهم مثل ما نربيهم في التربية الوطنية نربيهم في التربية الإسلامية على الوحدة الإسلامية العامة وعن معاداة غير المسلم وعن ضرورة إنشاء المنظومة الإسلامية الواحدة. للأسف نحن كما تلاحظون يعني في ليبيا أصبحنا لازلنا نحارب حتى التعليم الديني في مستويات معينة، وكأننا نريد أن تطول للمعركة الفكرية والثقافية. معركتنا معركة فكرية وثقافية، إذا الشعوب استطاعت أن تمتلئ من فهم دورها ودور سياسيها ودورها في العالم وأهدافها العامة المستقبلية، إذا وقف العلماء كلهم صفا واحدا زالت هذه الصراعات الظاهرية حول المسائل الخلافية في مسائل الفقه، وبرز العلماء إلى إخبار الأمة بواجباتهم الحضارية ومشاركتهم في تحدي الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة، أعتقد أن هذا قد يسهل الوصول إلى المبتغى. لكن بدون ذلك، بدون ثقافة حقيقية واعية، بدون علماء متحدون، سيطول الأمر. سنصل بحول الله لا شك في ذلك، ولكن طول الأمر هو الذي يعني لا نحتاجه في الحقيقة. إذن عدنا لكم مساء المشاهدون، وعذرا لهذا الخلل الفني الطارئ، أعود لك دكتور مباشرة. توقفنا دكتور محمود عند الحديث على الفرصة التي من الممكن أن تحين للأمة فتنتفض مجددا وتباشر مسألة استقلالها، لكن الكثير يسأل أن هذه الفرصة قد جاءت، يعني ثورات الربيع العربي جاءت لتجعل النخبة التي أنت تتحدث عنها وهي تعي معنى الاستقلال الحقيقي، هذه النخبة لم تستفد يقول البعض من الفرصة، وبالتالي عدنا أدراجنا مجددا، فحكم عسكر في مصر وانتكاسة في البعض يقول في تونس التي تستقبل اليوم طائرات بشار، وعضو مجلس النواب يطلب من روسيا التدخل، وبالتالي ضاعت الفرصة مع أن كانت هناك إمكانية حقيقية لوجود دول إسلامية مستقلة بذاتها، فأين الخطأ؟ هو لا شك أن المواجهة كانت مواجهة عنيفة
لمثل هذا الموقف الذي حدث في دول الربيع العربي. وهذا الرد العنيف يدل على الأهمية القصوى لهذه الخطوة التي اتخذت. أي معركة يمكن يحدث فيها الانهزام أو عدم كسب الجولة، لكن المهم أن تستمر الروح المعنوية لاستمرار الكفاح. دراسة ما حدث في هذه المرحلة التاريخية والاستفادة من الأخطاء التي وقعت، نعم، التي أعتقد من أهمها هو عدم تحقق المشروع أو عدم حمل المشروع متوازن، وأيضا عدم التعامل السياسي الواقعي الصحيح. وطبعا نعلم أن الدول التي تمت الثورة عليها هي دول ديكتاتورية قمعية، لم تكن هناك تجارب سياسية ولا مؤسسات سياسية عامة تشتغل، ولذلك ما وقع اليوم هو أمر طبيعي ربما في أول معركة حقيقية تقع بين الشعوب وبين المطالبة بحاجياتها وبين حكامها. اليوم الحكام الظلمة والديكتاتورية مدعومة بالمنظومة الغربية قد ترجع وتحقق الاستمرارية لفترة من الزمن تطول أو تقصر، لكن دورنا هو أن نوجه مؤسسات التعليمية والفكرية والإعلامية إلى معالجة الموضوعات معالجة صحيحة، وإلى ذكر الحقائق للشعوب. أيضا دور العلماء أعتقد هو دور مهم. ما أعتقده هو أن فقهاءنا في المرحلة الماضية لم يركزوا على توضيح السياسة الشرعية الفعلية الواقعية التي تمس جوهر حاجة الناس ودورهم الحضاري، ركزت فقط عن مسائل الخروج وحمل السلاح وغير ذلك، وربما كان التثبيط منها أكثر منها شدا لعزائم الناس. اليوم أعتقد أن دور الخطاب الفقهي الشرعي كبير جدا في الدخول في قضايا وحدة الأمة وإزالة الغبش عن بعض القضايا التي فسرت بتفسيرات جعلت الناس تنصرف عنها، مثل موضوع الإسلام وتطبيق الشريعة ودور الإسلام في قيادة الدولة وغير ذلك. طيب الكثير دكتور، من الناس ما هو الفارق؟ هذه أمور أفهاما غير صحيحة. طيب ما هو الفارق بين المعنى الذي تتحدث عنه الآن وبين المعنى الذي تتحدث عنه تنظيمات التكفيرية من دعوة استقلالية الأمة كذلك؟ فهم في أدبياتهم أيضا يتحركون من مبدأ أن الأمة لابد لها أن تستقل، لكن السؤال طريقة الاستقلال التي تتحدث عنها أنت أين تجتمع وأين تفترق مع طريقة الاستقلال التي تتحدث عنها هذه الجماعات التكفيرية الجهادية داعش مثلا؟ يعني نعم، وهذا الخطاب هو خطاب عام، يعني أي شخص يريد أن يتكلم في الإسلام أو يدعي الإسلام فهو سيستعمل المصطلحات الإسلامية، ودور العلماء والمفكرين هو تمييز الصحيح من الباطل. يعني أعطيك مثلا الفقيه القانوني الشهير عبد الرازق السنهوري المصري، وهو معروف بكتابه الوسيط في القانون المدني، وهو من وضع القوانين المدنية العربية، أخص بالذكر منها القانون الليبي والقانون العراقي، وكان جزءا مهما في القانون المدني المصري. هو لا يتهم بأنه إسلامي متطرف بل حتى ولا إسلامي معتدل، ومع ذلك فإنه قد ألف كتابا في سنة 1924 بعنوان فقه الخلافة، تحدث فيه عن شروط تولي الحاكم المسلم، وعن صفات الدولة الإسلامية، وخصص فصلا للوحدة في الدولة الإسلامية، وقال بأن الطبيعة التي أجمع عليها العلماء الأمة الإسلامية عبر التاريخ هو أن النظام الإسلامي نظام موحد لا يقبل التجزئة. وبالتالي حتى عندما دخل بعض الفقهاء بآراء لقبول مثل ما نحن فيه اليوم، اشترط شروطا كثيرة من ضمنها الضرورة، ومن ضمنها وجود منظومة معينة لتوحيد المواقف، وكل ذلك لا يمس بوحدة الأمة. فالنظام السياسي حتى إن قلنا بإمكانية تعدده فإن اشتراط وحدة الأمة هذا شرط ضروري. وبالتالي فوصف الشريعة الإسلامية في نظام حكمها بأنها شريعة لا تقبل تفتيت الأمة، قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأيها الذين آمنوا، كل الخطاب موجه بهذه الطريقة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كل هذه الأشياء فهمها المسلمون عبر التاريخ،
ولذلك كتب السياسة الشرعية في التاريخ الإسلامي جميعا معلوم أنها تقف موقفا موحدا ضد تعدد الأئمة، فلم يسمحوا بتولية إمامين في مكانين مستقلين، لكن الواقع كان يتحدث عن وجود ذلك، وحدة الأمة ووحدة الحكم طيب دكتور، في الشريعة. لكن الواقع واقع الأمة كان يتحدث عن ذلك، يعني الدولة عباسية في المشرق والدولة الأموية في الأندلس ثم الفاطمية، يعني وجود دول أخرى، وبالتالي يقول القائل أن تلك الدول، عفوا دكتور حتى أكمل سؤالي من فضلك، أن تلك الدول كانت أصلا بينها قطيعة كبيرة، في حين أن الدول القطرية اليوم في زمننا هذا تجمعها منظمة مؤتمر العالم الإسلامي وتجمعها جامعة الدول العربية، وبالتالي هي أدعى في تحقيق المصلحة الشرعية من الألفة والتعاضد بما كانت عليه في سلفنا السابق من تخاصم بين تلك الدويلات الإسلامية. لا، هو قبل كل شيء لابد أن نصف الواقع الإسلامي وصفا دقيقا. واقع الأمة الإسلامية في التاريخ الإسلامي لم يكن واقعا موحد. دعنا من مرحلة الأمويين أو العباسيين، ومع ذلك فإن في المرحلة العباسية كان هناك الحكم الأموي في الأندلس، صحيح. ومع ذلك الحكم الأموي في الأندلس مع قوته ومع وصفه بالإمارة، ومع ذلك وبعد ذلك بعد الدولة العباسية حتى دول متأخرة مع تشتت، يعني مثلا في الأندلس كانت هناك 20 دويلة في مرحلة واحدة وكل دولة تعادي الأخرى. نعم. مع ذلك تاريخ السياسة الشرعية كله لم يسمح بفتح هذا الموضوع وبأي اجتهاد آخر فيه، فجميع الكتب تقول بأن تعدد الأئمة ممنوع في الفقه الإسلامي. فإذا العلماء في السابق، علماء السياسة الشرعية، كانوا يعلمون أنهم في حالة ضرورة أو في حالة تغلبات متعددة، ومع ذلك لم يجرؤوا على القول بأن هذه الدول دول صحيحة وغير ذلك. اليوم نحن لا نقول أن الدولة القطرية هي دولة باطلة، لكن نقول أن الدولة القطرية محملة بواجب شرعي وبعبء شرعي هي تفقد صفتها الشرعية إذا لم تحافظ عليه، وهو الواجب المحافظة على وحدة الأمة. ما قامت به الشعوب العربية أو الدول، وليست الشعوب للأسف، من منظمة المؤتمر الإسلامي هو ربما جزء من المطلوب، مثل جامعة الدول العربية، ولا ننقص من شأن هذا المسعى، ولكن لابد أن يقيم ويقوى بحيث أن تكون لوائحه وقوانينه قائمة على الفاعلية وليس على الدور الاستشاري. فنحن نعلم حتى جامعة الدول العربية هي مثل يعني دار الرماد في العيون، وجامعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، فليس تقليل من شأن هذه المؤسسات، لكنه حث وذكر للحكم الشرعي. أعتقد سواء استطعنا الوصول إلى شيء أو لم نستطع الوصول إليه، فإن الحكم الشرعي واضح في هذه المسألة، ولا يمكن القول بأن نصرة مسلم في ميانمار ويحتاج إلى موافقة دولة، فإن رفضت لا نستطيع مساعدته. إعطاء زكاة إلى فقير أشد فقرا من دولتي يحتاج إلى قرار من دولة، والدولة تمنع ذلك لخشيتها على حدودها الإقليمية وغير ذلك. نعم. مثل هذه المعاني التي لم تكرس الدول العربية أو الدول المسلمة دورها في وحدة الأمة، أعتقد هذه معاني باطلة شرعا، وأنادي العلماء الذين يفتون في تحريم في تحريم خذلان المسلم وفي وجوب وفي منع التشبه في بعض المسائل في اللباس وغير ذلك. نعم. وأن يفتوا أيضا بمنع يعني الانضواء تحت لواء الكافر. طيب. وبضرورة نصرة المسلم. طيب ابقى معي دكتور، العادلة حتى يكتمل الأحكام الشرعية في هذه الأمور. طيب ابقى معي دكتور، في عشية يوم الاستقلال يعني خرج هاشتاج اسمه حقيقة الاستقلال، نأخذ منه بعض الكلمات لبعض العلماء حقيقة مما نقلها بعض الإخوة. ففايز البيزنطي مثلا ينقل عن الشيخ علي الطنطاوي: فإن كل استقلال لا يحميه السلاح قلعة مبنية، فهو قلعة مبنية على تل من الملح في مجرى السيل. إلى السلاح: فإن كل حق لا يؤيده فم المدفع حق معرض للاغتصاب. هذا كلام الأديب علي الطنطاوي. أخونا سعد بنيمة ينقل عن شيخ العربية محمود شاكر: نحن لا نكتفي بأن يزول الاحتلال العسكري بجلاء الجنود، بل لابد من إجلاء ما ورثناه من الاحتلال العسكري من نظم ومن شيع ومن عادات ومن أخلاق.
أيضا يستمر سيد سعد بليمة فيقول قلب، ناقلا هذه المرة عن أحد العلماء، قلب صفحات التاريخ العالمي وانظر في ذاك السجل الأمين، هل تجد أمة غلبت على أمرها ونكبت بالاحتلال ورزئت في الاستقلال ثم نالت حريتها منحة من الغاصب؟ اللهم كلا. يستمر فيقول فما عهدنا الحرية تعطى، إنما عهدنا الحرية تؤخذ، وما عهدنا الاستقلال يمنح ويوهب، إنما علمنا أو علمنا الاستقلال ينال بالجهاد والاستماتة والتضحية. وهو ينقل الآن عن الإمام عبد الحميد بن باديس. بالتالي الآن أنا أسألك دكتور عن الوسائل التي تجعلنا نمضي نحو الاستقلال الذي رسمته الشريعة الإسلامية ومبادئ السياسة الشرعية وتمثل في الدولة الإسلامية الأولى. نعم، ولا شك أن مثل هذا الأمر أمر عسير اليوم نظر لبعد الشقة وتوالي القرون في البعد عن هذا الهدف. ولكن طبعا عدم الوصول إلى الهدف لا يعني ضرورة ذكره وإيجاده، مثل ما نحن اليوم نحافظ على أصولنا من الكتاب والسنة ونحافظ على تعليم الأجيال هذه المصادر الشرعية ونورثهم كتب الفقه وكتب الشريعة، حتى إذا ما أتى اليوم الذي يتمكن فيه من تحقيقها على أرض الواقع وتنزيلها وتطبيقها كان ذلك ممكنا. ولذلك أعتقد أن الطريق طويل، لكن الذي يحز في النفس ليس اضطرارنا لأن نعيش في ما نحن فيه، وإنما عدم وجود المشروع وعدم وجود الدعوة حتى إلى فهم الواقع ثم طيب ضبط الأولويات. عدم وجود المشروع دكتور، تستقل الأمة. عدم وجود، أنا أقول مثلا لو سمح في بعض التعليقات، مثلا أنا أرى أن المشكلة ليست في السلاح بقدر ما هي في العلم. نحن اليوم تواجه مثلا بعض الأحكام الشرعية وبعض المسائل حتى الوطنية تواجهها موجات شعبية، في هناك رفض، قد يكون حتى الرفض حتى من بعض أو من فئات كثيرة من الشعوب. ولذلك هذه المسائل ليست مسائل سهلة، فأنا أدعو إلى التركيز على التوعية الصحيحة والإعلام، ثم يأتي بعد ذلك السلاح. طيب أيضا مسألة، نعم، أنت تتحدث عن التركيز، عن الإعلام يركز وغير ذلك، لكن الإعلام ليس أمامه وليس عنده مادة حتى يركز عليها، وإنما هو يحاول أن يتلقف المواد. ولذلك لماذا يغيب المنهج الإسلامي من علماء السياسة الشرعية عن إيجاد صيغة حقيقية؟ أنا سألتك ما هي الوسائل ولم تجبني، أعطينا شيء من الوسائل. يعني طبعا الوسائل هو تجديد الفقه السياسة الشرعية، هذه الوسيلة الأولى. الخطاب الفقهي لابد أن يكون حاضرا. نحن نقول أن الخطاب الفقهي في قضايا الأمة اليومية، في قضاياها الاقتصادية والمالية والحضارية بشكل أو بآخر هو غائب. التركيز هو في القضايا الخلافية، فقه الخلاف طغى على حاجة الأمة إلى الوفاق والاتفاق، وبالتالي فإن اللجوء إلى الشريعة أصبح مخيفا لدى عامة الناس. اليوم أصبح الكثيرون عندما يتكلمون يبدأون بأنهم ليسوا إسلاميين أو ليسوا مؤدلجين أو ليس عندهم أفكار مسبقة وما إلى ذلك، أصبح نفي المرجعية الشرعية مما يحتج به أو مما يعني يقوي الموقف الفكري. فنحن لا شك أننا في مرحلة بعيدة جدا من مما نستهدفه. نعم. ولكن أيضا لا، هذا لا يعني أن لا نبدأ أو لا نفتح مثل هذه الموضوعات وندعو إلى تجديد الخطاب الفقهي، تجديد خطاب فقه السياسة الشرعية. نعم. أمر أعتقد هو الأصل الذي يجب أن ننطلق منه، بدون ذلك سيظل خطابنا الشرعي خطابا يعني داخليا خاصا يفتح القضايا الخلافية ولا يغلقها، يزيد من الأزمة ولا ينقص منها، تستمر الشعوب بعيدة عن مصادرها الشرعية. نعم. وبالتالي تتعمق الأزمة ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. فهذا الإضلال والضلال الذي نعيشه هو تتويه الأمة عن حاجاتها وعن ما تحت ما وعن التوجه الحقيقي الذي يجب أن تصير إليه، وهذا ما يجب أن نقاومه.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفقه الإسلامي الدكتور محمود سلامة على حضورك معنا وإبداء هذه الآراء الطيبة. أسرة المشاهدون، هكذا تكامل الدقائق برنامجنا، وآملين حقيقة أن نعيش يوما من الأيام استقلالا حقيقيا أو نورثه لأبنائنا وأحفادنا. إلى الملتقى، السلام عليكم.